الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى اله وصحبه. تمو منين تطلبوا لي كلام ميكرو حانو لين يحمار الضوء حد لا يعود حد هذاك التهباز على الميكرومات اللي صح. بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه. رانا شاكرين سيد الرئيس و مرحبين بالسيد الوزير والطاقم المرافق له. في البداية لا نقول علني راني محتاج غاية الاحتجاج على التصرفات اللي عدلتها بعض الأجهزة قمعية ضد الطلاب وضد ساكنة تيرس، محتجين ضد بعض الأمور، وكذلك ما وقع من قمع ضد سكان قرية تفيريت. أكد الوزير أعلن الدستور في مادته 19 قال تعلن لكل مواطن الحق وفقا لنفس ظروفه في التنمية المستدامة وفي بيئة متوازنة تحترم الصحة. وحد من فوت 3 دقائق ذيك البلاد اللي فيها التفيريت يعرف انها معزوله من ذي الماده وانها ما هي مستفاده من ذي الحق. نرجعوا للقانون، لا نقول على ان الماده 10 من الدستور تكرس حريه التجمع في الجمعيات، ومن 20 يوليو كان يالله يخلق ذا القانون وكان يالله ثم اللي يعود يكرس لكن جاء في الدستور من حريه انشاء الجمعيات، والماده 15 في الدستور ايضا التي تكفل للمؤسسات تسيير ممتلكاتهم خاصة جمعيات خيرية. سيد الوزير أي قانون جاء في إطار المجتمع المدني يعود قانون حريات، ويعود أول شيء كرس الحرية، وهذا القانون طرح من القيود أكثر من إعطاء من الحريات. ولين راجعوا المادة 8 والمادة 23 نجبروا ذاك واضح. سيد الوزير يالت هذا القانون يحقق الاستقلالية ولا خالق أبدا شيء قال المجتمع المدني. أول شيء من تعريفه على أنه عود مستقل عن السلطة، هذا مناقض لدى القانون للاستقلالية في أسم مواد فقرة دال المادة 8 المادة 20 الفقرة 2 والفقرة 4 المادة 23 والفقرة 2 و5 و6 من المادة 25 وحتى المواد 67 69 70 أيضا. سيد الوزير كان هذا القانون مطلوب منه ينظم هذا المجتمع المدني كهدف ثالث من أهداف هذا القانون، هذا عدل منه شيء غير عدله على الرغم من المجتمع المدني، وعاد تكريس تبعية هذا المجتمع والتحكم فيه والتضييق عليه في هذا القانون، وهذا في اغلب المواد. الماده الاخرى كان يالت الحكومه يعود عندها دور في هذا القانون يعود ومضحه يتعلق بدعم المجتمع المدني، وهذا مناقض الماده 31 فقره 2 والماده 17 والماده 19 من هذا القانون. السيد الوزير يؤسفني اعلن كان يالتنا بدل اعلنا نجيبوا قانون لاهي نقضوا به على الجمعيات القائمة وخاصة المادة 70 المادة 69 من هذا القانون، كان يالتنا نجوا مبشرين المجتمع الموريتاني على ان راهي القيود والاغلال اللي كانت مطروحة عليه في القانون 64 على انها راهي انتزعت عنه وعلى انه لاهي يعيش بعض الحريات ويعدل اللي بقى عدل جمعية واللي بقى ما عدلها ما عدلها. وكان يالته ايضا يكرس هذا القانون أهلية تأهيل المجتمع المدني، وهذا للأسف ما خلق ومناقض المضمون مادة 31 الفقرة 2 والمادة أيضا 17 و19 لآنفتي الذكر. كان يالت تخفيف على هذا المجتمع بما يتعلق بلا مركزية تسيير الأموال العامة وخاصة في إطار جمعيات ذات النفع العام
لكنه قلصها وزاد شروطها إلى إن عادت شبه مستحيلة. وأشكركم والسلام عليكم.